نعم الأمم المتحدة يعني عندما تذهب بلاس خارت إلى طهران وتتفاوض مع الإيرانيين حول الانتخابات العراقية، يعني إن تفتح الأبواب أمام الإيرانيين لكي يتدخلوا في الانتخابات العراقية ونتائجها من الآن قبل سنة من إجراء الانتخابات، هل هذا ينم على أنه يعني بعثة الأمم المتحدة حيادية أم أنها جزء من هذه الصفقة؟ وكانت الأمم المتحدة طوال الانتخابات السابقة شاهد زور على كل الإجراءات غير سليمة التي جرت في الانتخابات الماضية، وليدلني أحد على تقرير نبيل وواقعي من الأمم المتحدة حول الانتخابات العراقية، في كل مرة كانت يعني تقدم بصمتها على هذه الانتخابات لكي تشرعن الوضع نعم. السياسي السيء والمأزوم الموجود في البلد. طيب نعم.